السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة شباب، معكم بشار كيال أو بشار كي، واليوم جايب لكم ثالث حلقة من سلسلة توب 5 أو توب 10. أتمنى تكون حلوة عليكم. طبعا شباب، اليوم حطيت لكم كمان توب 5، مع أني أنا وعدتكم أن راح أحط حلقة توب 5 حلقة توب 10، بس ما أعرف، ما وصلت لي مقاطع كثيرة فاضطرت أني أساوي توب 5، أتمنى تعذروني. طبعا شباب، اليوم في شيء مميز انه ما راح اعلق لحالي، معاي اخوي كومنتاتر سوري مثلي، اسمه اس كراشر. تفضل اس كراشر. السلام عليكم شباب، اخباركم؟ عساكم بخير يا رب. معكم كراشر. طبعا مثل ما قلت لكم توب 5 خمس لقطات انا وياه، وهذا كل شيء عندي. فشباب، اتمنى انكم تقيموا الفيديو لما تطلعوا، مو من هون تقييم ديسلايك راسا في حاقدين. المهم اوكي، اللقطه الخامسه. مثل ما قلت لكم شايفين دايما اللقطة الخامسة لكونغرس مع سنايبر مسار وتربل كل. يا سلام، تربل كل أول ضربة مسار حلو كتير صراحة معلم. حلو يا كونغرس. واللقطة الرابعة معانا ذا كوميونيكيتر. نبدأ اللقطة، يجيب الأول والثاني ويشل ثلاثة معه على الطريق، وشو يسوينا كمان ويشل واحد معه. لهلا صار له قتل ستة ويجيب كمان واحد. الله عليك يا كومينيكيتر، سبعة في أقل من 10 ثواني والمركز. الله الله، قبل ما أحكي أي شيء، المركز الثالث معانا. شوف اللقطة أول شيء، أيوة معانا وورفيز يجيب 360 سيرش أند ستروي وآخر قتلة وباب ميشن. الله عليك صراحة، لقطة رهيبة. والمركز الثاني، المركز الثاني لحسون يا سلام إيش آر دبل كل يا سلام، اثنين ورا بعض. وكان ثالث تحت كمان بالاي سي ار يا سلام، وبعدين مشي وقتل الرابع كمان ولحق الخامس. هذا كله بسيرش اند دستروي ما شاء الله عليه، حلو كثير صراحه. حلو كثير طريقه لعبه، يعني حلوه كثير. ومشي اخذ تاكسي طلع جاب السادس وقتل كل الفريق. اوكي، ومعنا اخر لقطه دي ام في اي بي، يشيلها واحد، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، والثامن، والتاسع. يلا بس، الله عليك الله عليك، يجيب تسعة ورا بعض خلال وقت محدود. الله عليك يا تي ام في اي بي. طبعا شباب، يستاهل المركز الاول. طبعا شباب، هاي اللقطة المقطع لليوم، اتمنى انه يعجبكم. وشباب، اي واحد عنده اي لقطه اتمنى يرسل لي الرابط على قناتي. اذا ما تعرف كيف، حالكم رابط تحت لعملوا اي اتش دي، علمك كيف تسوي لعبك ومن مودوفر 3 من ثيتر، يعني بدون قطع تصوير ولا شيء. فبس شباب، اتمنى انكم تروحوا تصوروا لعبكم. اذا جبتوا اي لقطه حلوه تصوروها وابعتوا لي الرابط، وان شاء الله اذا كانت لقطه حلوه راح احط لكم اياها. اسكريشر، انهي لنا الفيديو بكلمه حلوه من عندك. ماشي شباب، يعني رابط قناتي راح يكون بالدسكربشن، تدخلوا قناتي وتشيكوا عليها. اذا عجبتك اشترك، اذا ما عجبتك راحتك يا معلم. طبعا قناتي كلها انه برانك كول، يعني استهبال على سكايب على اجانب، وبحط معك جيم بلايات وكومنتريات وماينكرافت وكل شيء، يعني فشيك عليها. روحوا اذا عجبتكم المقاطع، او ما عجبتكم اعطوه ديسلايك. لا امزح. فشباب بس، اتمنى اذا عجبك الفيديو لايك و فيفوريت، واذا كان عندك مقاطع حلوه لا تنسى تبعت لي اياها. واذا كنت قاعد تشوف المقطع وما لك مشترك بقناتي، اتمنى تشترك. هي مقوله الدحوم 3 ساعات. اوكي، اتمنى تشترك في قناتي، وشكرا على المشاهده شباب، مع السلامه.